جزاك الله خيرا. سؤال شل احدنا اللحاد، السلام عليكم، صلاة الضحى لو يقان غورمي بلابتها؟ صلاة الضحى لو يقان وحي بلابتها مركا قرحضو صوبحضو وحيرنا اي كرسو يركعضو. وحديث كي عمرو بن عبسه اما عبس ايا وحكوي من النبي صلى الله عليه وسلم وقتيادة مركو كهل لي صلاةها أن لا أقولين إلا تكذو صلاة الصبح مركا تكتو صلاة ودن إسكدة إلى قرح ذو صباح ذو محاكو حيقى مركا يصباح ذنا وحو نبي كحجي صلى الله عليه وسلم فإذا ارتفعت قيد الرمح فصلي مركا يدلتو كرن أصو يركع ذو وورن قياستي كرن صو كعض مركا ورن قياستي وحليه هاي علمات وحليه إيش الله جوده مركات في رسو قياس إذا ملها والله قياس هل ورا القدر كي ويساق عليه الشيخ ابن عثيمين وحوله وهل متيره كلوه يكرر صير كعاد مركات استدل هذا مركات ستكون كرت علماء السنة سيد الشيخ ابن باز ابن عثيمين وعلماء السنة وحيليهن قياس تاسي وحلقو قياسا شروق مركي قرحة الصباح له 8 دقيقة كذب إلى 14 دقيقة شنية طبعاً لا بتن دقيقة طبعاً دقيقة أويا وأنا قررت الشروق إذا صوبحي ده السكتو إلى طبعاً دقيقة طبعاً دقيقة وحي كذا بيا قرر وحي لما شنية طبعاً إلى لا بتن لجارسيا فيها هل كوحي كذا بيا أي واحد شو وقتي صلاة الضحى إلى لجاريو زوال قررت إلى برتما هي كتجيسو أنت ولا تبان كره حلي جي أقول فضي بدن تهينا وحين ترمض الفصال وأمرك قررت أقول ككل ليسو أو أي اللعجة جبيهدو أو محوها ينرجعها إيو قرب عيدا يريركي مركي أي يعني لوك تمركي لوك كسران أي أي كعجة جبيهون أيه حلقة قرحة كلولاتو أيه وقفة لبدر اللي تكده والله أعلم.